هاي مارون شديد. بتحب القمح؟ سافا كثير. انا كمان كثير. طب من اكلاتي المفضله. بعدني عم فكوا زراري مع اني عم بضعف. طيب شو بدنا نطبخ اليوم؟ خلينا نحط شوي طنجرة ضغط. عندنا هون الغراض كلهم تبع القمح وتبع عيد البربارة مشاهدينا. هيدول الغراض، هيدول الغراض، شفتي شو حلوين وشو مهضومين. بس رمان مع القمح ولا مرة أنا أكلت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هيدي عجينة القطايف يا حيي هون. هودي رح نشيلهم. طيب نحن لنقلع شو بدنا نعمل؟ بدنا أول شيء نبلش بالقمح، القمح يا حني بلشت أنا سلقهم. تحت الهواء. أي نوع قمح منجيب؟ فسر لنا، لأنه بالسوق الواحد إذا مش عايز من قمح بدي يعمل قمح أول مرة ما بيعرف. أحسن شيء تجيبي القمح المقشور، القمح المقشور بيستوي بسرعة أكثر. أوكي. هلا إذا عندك لازم ننقعهم؟ ننقعهم ونغسلهم ومننقعهم قد إيه وقت؟ بنحطهم هلا فيك نقعهم أوفر نايت، بس أحسن كنت تنقعي على طول. هلا بهيدا الطقس فيك تحطيهم برات البراد، ما عندك مشكلة. وبنرجع اكيد بناخذهم ولما بدنا طيب اذا مش ناقعين اوفر نايت. هلا طلع على بالي اعمل فيكي تعمليهم ما في مشكله، بس هياخذوا وقت اطول معك لحتى ينسلقوا. احسن شيء تعملي العمليه كلها بطنجره ضغط، يعني بتاخذي هالطنجره. اذا مش نقعتهم قد وقت بدي اسلقهم؟ بدي اقول لك شغله وجوبي معك صريح. كله بيتعلق بنوعيه القمح اللي عم بتجيبيها، مثل العدس، مثل الحمص، مثل كل شيء. اذا بتعرفي سورس القمح تقريبا بدهم ساعتين جروسو مودو. يعني اذا بتحطيهم بدهم تقريبا ساعتين سلق بقلب طنجره مثل هيدي، مش كثير. بس القمح ما بيطلع كثير، القمح بيطلع شوي بتطلع. انا بحبهم الدنتي. الدنتي حتى ساعه ونص. لا بحبهم هيك شوي قرقشوا، ما بحبهم. هلا لحية اضغط الطنجرة انا. اوكي فوالا، هوب بقلب المارون فوالا زبط. تقبلت من هون عملت يعني ضغطت ضربة معلم فوالا. هلا رح ولع عليهم خليهن ينسلقوا على رواق. نحن بهذا الوقت شو بدنا نعمل؟ انا جايب معي عجينة قطايف. هلا على اكيد بلشت تمرق الوصفات اللي بقول لهم اياها المشين. في شغله لازم اعملها بعد، عندنا شيء موسلين بال اوليك؟ عندنا ترقال، عندنا شيء هيرنت شيء شغله؟ لا لا. طيب رح اعمل شغله ثانيه، لكن بما انه ما انا كمان ما جبت معي هون. شوفي عندي، عندي قرفه، عندي ينسون، وعندي كبشه قرنفل. اوكي صح. رح اخذ هول للقمح. هدول للقمح. شو رح اعمل؟ رح اخذ ليه ما بتحط ينسون بودره؟ في حتى ينسون بودرة، بس هاي ينسون على طول الهربز والأعشاب والسبايسز أحسن نقلع فيهم. اللي رح أعمل، هعمل شغلة كثير هيك بعلمهم إياها المشاهدين كمان بذات الوقت. رح آخذ هيدي، في وحدة منهم إلها غطاء. وين غطاها يا مارون؟ صح؟ ما بعرف وين هو، يمكن يحيي هو. رح أقول لك ليش عم بدور على غطاء. فور ذا سمبل ريزن، لأنه بدي أحافظ على الفليفرز. لأنه بدي آخذ القرفة، حط القرفة، بدي احط لي ينسون، بدي احط الكبشه قرنفل، بدي احطهم يغلوا. اوكي اتركهم يغلوا بهيدي المي هون. هون شو بصير عندي هلا انه عم يغلوا ستيف؟ اكيد رح اعمل انفيزيون للقرفه وللينسون. وبعدين بدك تاخذ المي. بعدين باخذ مي بحطها بحطها مع القمح. هلا كل الشغله الوحيده لازم بعد اعملها هي انه دور على على الغطا تبع الهيدي. هلا خليني اجيب خشبتي من هون، خشبتي العظيمة بحبها كثير. هلا هيدي الخشبة بنشتغل عليها. خلينا نحط هدول كلهم هون. اوكي هلا. طيب هلا هيدي عم تعمل، هيدي عم كمان عم تضغط. تحية ضغطت. اوكي كيف بدي لقي الغطا او هيك؟ معلش مصر لقي الغطا، سوري يعني. بس ما بشوف الغطا. مش مشكلة خلص تكيات. اوكي نيفر مايند، الله ضيع الغطا. هلا هون عندي عجينة القطايف، عجينة القطايف مرقت على الهواء. باردون. أنت عاملها؟ أنا عاملها. بدي آخذ شوي الأورنج بيل اللي عندي إياه هون هون يا حني. هو كمان بدي أحطهم لأعمل فيهم انفيزيون مع ال ولا يا حني. أوكي؟ واو هو كلهم بدي أعمل فيهم انفيزيون.
للمي اللي بدي احطها وين؟ بقلب ال بقلب ال هلا نحطها غطي بقى ما ابرمه واطلع وانزل كثير كثير هيني العمليه باخذ مقليه اكبر بحطهم وحده على الثانيه بيمشي الحال اوكي مبسوطه مني كثير هلا اهم شيء بالقمح انا وعم بعمله هو طعمته غير انه اسلقه اكيد وتكون الحبه مستويه ومنا كثير مهلوطه والى اخره اهم شيء بك العمليه كلها هي الطعمه الطعمه منين بدي اخذها بدي اخذها من هون انا بتذكر انا وصغير يعني ولا شفت قلت الطعمه كيف صارت هلا هون غليت هي تغلي بعد تقريبا 20 ثانيه وبشيلهم هدول كلهم بحطهم على جنب بيعملوا انفيزيون لانه الابيس احلى شيء والهي بتعمل انفيزيون 80 دغري شوفي اول مره بشوف انه في تايمر في تايمر هو ليك بالحياه على طول في اول مره شو معقول عن جد تحكي هلا هيدي عيد البربارة هلا هيش لي بربارة انا على طول بخبر شو كنت اعمل شو كنت اعمل هودي رح اطفي تحته مشاهدينا يا حني رح شيلهم يعملوا انفيزيون هون على على رواق يتكتكوا على رواق يتكتكوا على رواق نحن شو بدنا نعمل القطايف نحن هلا بدنا نعمل كذا شغله بدنا نعمل القطايف رح بلش اخبزها وين هي مني هون يحي اوكي في يجيب اذا بدي المقلية اللي بتعطيني القطايف على القد بس انا ماني بحاجه لانه انت بتعرفي القطايف بتحطيها تك طلقت دغري بقلب الحيط اوكي طيب هيدي هون ولعت عليها اول شيء نعمل تيست لنشوف اذا حميت المقلية شو بنعمل غير طيب بنعمل قطايف بقشطه بنعمل قطايف بجوز وشو بنعمل بعد قطايف وبنعمل قمح اوكي قطايف من هون هاتي لك نعمل خلطة القمح خلطة الجوز جوز مثل ما عم بعمل خلطة المعمول بدي اخذ جوز رح اخذ بعد شوية جوز من هون هلا خليني اخلي هدول بدي استعملهم بشيء ثاني رح اقول لك لشو حطي سكر بردون سكر حطي سكر اعملي معروف كلهم نعم هلا بدكم شوي بس اوكي كثير منيح سكر وجوز بدي اخذ شوية مزهر صح؟ يعني ناخذ كمان هول المواد بدي اخليهم لشو بدي اخليهم لل هيدا وبدي اخذ عليهم كمان شوية قطر اوكي بدي اجيب هيدي كله محضر من هون انه ايه اليوم يعني ما في الا ما اجيب كله يكون حاضر ولا بدي اعمل قطر انا بدي احط لهم بعد اكيد شويه قطر بعدين لحتى يرجعوا كلهم يكمشوا مع بعض اوكي هلا اجمالا فطاير بجوز شو بنعمل فيها على طول نقليها يعني فينا كلها مقليه وفينا كلها نيه انا بحبها نيه بتحبيها نيه رح جرب كمان قبل كل شيء اخذ امشي القطر ولا نعمل قطر دغري هلا على السريع رح اخذ هدول اخذ شوية عصير حامض نحط عصير حامض بس مشان ما يسكر القطر مشان يعمل كريستاليزاسيون القطر وراح اخذ سكر فوالا هوني في اعمل تون بور تون اذا بدي انت على النظر بتشتغل لا هذي على الوصفة يعني انا كل اللي جايبه هلا الوصفة اللي مرقت على الهواء كلهم يعني اذا المشاهدين بياخذوا كل الانجريدينتس اللي ماشيين بس اكيد انه اليوم عاملينهم على الجرام لانه احيان لهم سو بتطلع بريسايزلي ذا سيم اللي انا عم بعمله انا زين المي زين السكر زين كل شيء جايب هلا عم بشيلهم لانه ما طلع لي وقت قبل الهواء فضيهم بس انه بالاخر اتس اوكي فوالا سو هون رح اعمل قطر هلا فوالا اوكي يا حيي هذا القطر بس خليه يغلي بس يغلي رح شيله على جنب عم بي اوكي هون رح وطي النار شوي ما بدك تحط تايمر بدي خفف الضغط على هي نكفي اوكي
لا هيدي لقلك شغله هيدي ما تطير تجي علينا نو نو هيدي فيها 1 2 0 تو اذا عم تعملي لحمه وفايبرز خليها على القمح الاحسن تطلع بسرعه هون حسب قديش بدك تنضغط بقلبها 1 اذا عم تعملي خضره الخضره ما بدها كثير تنضغط مثل اللي عم تعملي لحمه او عم تعملي مثل الموزات او مثل هيدا سو هون كرمال هيك لما بفتحها سو هي عم بتشيل ضغط لتصل لبريشر معين بقلبها سو رح اتركها انا مضغوطه اكثر لانه كمان ما عندنا وقت لحتى نعمل الزبده طيب رح اترك القطر يغلي وبهذا الوقت رح انطر ليغلي القطر بس يغلي القطر رح ارجع بلش اعمل القطايف هلا انا مين وايل اكيد جايبين قطايف جايب قطايف خلصين معي قول انت عاملهم هلا هو اذا بدي كمان اطحنهم اكثر بعد بقدر يعني بجيب لا بقدر بس اجيب اطيب هيك اكله بقيون وين بطلع على الطاوله شربل بطلع هاي شربل قربت عليه بيعملوا رشور الميكرويت اوكي ملي معروف خليكي بيني بدنا نعرف شو بدهم يعني. هلا لنعمل قطايف مثل هو العادية هجيب جار هعمل قطايف بجوز شفت ليش جار دقت؟ لأنه دقت لوحدك دقت لوحدي يلا تحية لكل يلي بعد ما أخذوا الوصفة عم نرجع نحط المقادير على الهواء هي لمين للشيطان؟ هيدي للشيطان هيدي انا احط هي هون لازم منه وقت شوي انا اي لاف قطايف بصراحه ما بحبها مقليه ولا انا هلا رح نعمل اصلا عجينه القطايف كمان شوفي لي هذا هيدا لإلي هي اوكي تبون قوي بعد الحلقة شوي تطلع هون هعمل قسم منهم بقشطة اكيد القشطة من حلو المشاهدين يعملوها انا شاري القشطة وجيبها معي خالصة هلا اخر شيء بنعمل لهم هلا قديش بدي اعملها ناصحة فيه ناصحة يعني فيها فيها اكثر اكثر طايف هن وهن المشاهدين ببيتهم فيهم قوي يعني كل اللي عم نعمله فيهم يجيبوه خالص قد ايه عنده زيدي بس انه انا عيد برباره بركي هون كمان اليوم بدي عيد اختي برباره اختي اسمها برباره اسمها برباره منعيدها عيدها وبقول لها انا كثير بحبك بس هيك انا بشاركك سو الويشز هي هون فينا نعملهم هيك اذا بدنا برزنتيشن فينا نعملها اكيد مثل ما بدنا لما عم نعمل برزنتيشن حاجه كفي احشي بحب بركة العيد يعني رح نعمل هيدي جمعة عقويمات رح نعمل زلابية رح نعمل معكرون يعني هالجمعة كلها ما رح أطبخ رح نعمل قطايب البربارة مثل ما بيقولوا حلويات البربارة اللي هي وصفات كتير تقليدية وأكيد كل حدا بيعملها ببيته بطريقة نحن رح نشارك مع المشاهدين خبرتنا المتواضعة بهذا الموضوع اللي هي رستات وصفات بيوت أكثر من هي وصفات شفية وصفات شفية وهذا الحلو بالموضوع بصراحة صح. لأنه أنا بالنسبة لإلي بالبيت يعني أنه نعمل هالقصص هني بركة يعني يمكن نحن ما بناكل سكر كتير وما بناكل مقلي لأنه بتعرف بس في أيام بس هو دولة بركة يعني وحلو هالتقليد أنه نحافظ عليها ببيوتنا وببيوت بضيعنا وين ما كنا انه ونحن مش انه نروح نشتريهم خالصين حلو نشتري خالص هين بس ليك شغله كثير هينه ما بدها فلسفه صحيح فينا نشتري بس البات ونحن نعمل الحشوه 100% يعني اذا ما عندنا وقت صحيح. في ناس بيشتغلوا كمان اوكي هلا انت شو بتعملي ستاف عم بيسالك شربل شو عم يسالني بتعملي انت قطايف ايه ما بعمل البات القطايف بشتري وانا بحشيهم اكيد اوكي بس بعمل قمح ولا تحيه
كم وحدة عندي بعد هون؟ طب الباقي رح أخذتكم هون عندي 4 و4 8 رح أعمل بعد وحدة جوز والباقي لكن الحزرة. أنت بتفضل القمح المقشور؟ القمح المقشور إذا بتجيب القمحة الكاملة فيه بس تاخذ شوية وقت سلق أكثر تاخذ ساعتين القمح المقشور إذا ما نقعته بيطلع معي بسرعة بس القمح القمحة الحبة الكاملة بدها بفضل تنقعوها مشاهدينا لأنه القمح المقشور بعد لكن بس القمحة الكاملة يعني كمان بتكون هلسي أكثر وطعمتها أطيب مش بس هلسي أكتر إيه يعني فيها بعدها طعمة الأرض طعمة القمح طعمة ال... أوكي هيدا بالنسبة للفطايب أنا هجا نعمل بريزنتاسيون بجوز الطايب مارون رح أرجع هون السكر هلأ غلي رح أقوي شوي عليه النار أجيب بس شي تخاف أتكي من هون حتى خلص السكر بسرعة القطر بسرعة انتبه هيدي بتطرش و اسأليني عنها هالموضوع وبتحرق حالك ايه انا شو بقولوا خبير بالحريق خبير بالحريق القطر مالا يا عم اهلك اخلط لك شفت كيف اوكي هيدي هون هلا رح اخد مشاهدينا اهم شيء العجينة لما بتعملوها ببيتكم تقدروا الان كيف اعمل عجينه بس العجينه هي مش ماشي هي هودي المكونات كلهم مع بعضهم وبكره كمان بركي بحط لكم على الفيسبوك بيج تبع مارون شديد اسائل هلا بنريحها اليوم اكيد بدها ترفخ لانه بنحط وصفه عجينه قطايف ثانيه سو كمان فين هلا يفوتوا على البيج وياخذوا الوصفه مثل ما هي رح فضل قطر من الطنجره ليش لانه بدي اياهم يبردوا ستاف لكن وصلنا للتيستينج رح حطهم بهذا الجات اول شيء مزبوط وحطهم بالبراد اوكي هيك بنكون وصلنا للتيستيك اخ انا كمان مين قال؟ مبارك كانه بيطق الجات هلا انا اوكي حطها شوي بالبراد لحتى تبرد هير يو جو هلا كل شوي بنحركها ستيف هون ما بتحط زيت هون بالقطايف ما بدك زيت بتعمليها اسك هلا بعدين بدي هيدي شوي صغيره بدي افتحها عنا وتبلها قبل ما اطلع عن الهواء كمان شو عم بدور انا على اللوش على اللوش يا مارون هيدي اللوش بيقدوا مارون بيسكلي مفروض ايه مفروض بس بدي تبل هيدي قبل ما اطلع عن الهواء بفضل يعني رح اخذ شوية عجينة شوف كيف صارت حماوتها عجينة القطايف ما بدها قديه بنريحها بتعمليها بتريحيها تقريبا شي ساعتين برات البراد هلا فيك تعمليها هيك ترجع شفتي هي لحالها بتنزل فوالا بتكمش هلا اذا بتتذكري مرة بالزمان اوكي شفتي كيف رافخة وبتركها هلا انا بتركها تنطبخ اكيد القطايف بنطبخها من ميلي وحده بنطبخها من ميلتين عشان هيك بنطلع بنشوف من هون كيف بعدها كلها بابلز يحيي عم تطلع البابلز من هون بتشوفي اللون الاسمر اللي بتاخده من القلب صح ولا يحيي هيدا قفيها اللي هو دايركتلي على هيدا وهيدا هلا هدول كمان اذا عندي اذا بدي اعطيني شيء ثاني بدي اقول هون كمان بكون اذا عندي مولد معين بقدر احطها فيها وطلعها زي صحيح كلهم بيطلعوا فرد قياس هلا بالبيت يعني انه فيك تعمليها هالعمليه بس بدك مول سبيسيال لهذا الشغل في مول سبيسيال بنجيبه اوكي لحتى نقدر نعمل هذا الشيء عنار خفيفه عنار هلا انا بس بلش يطلعوا البابل انا عم شوي عم برجلج الحراره طيب نحن هلا الحفطاء القطايف بقشطه بالمبدا رحنا هلا بعملهم تحت الهواء يعني كل اللي بدهم بس بدي احطهم عبيهم فوق مشاهدينا اكيد كلكم بتعرفوا تعملوا قطايف بقشطه خليني بس حط وقت على القصص المهمه اللي هي طبخه القطايف شفتي شو عم بيصير هون هلا بدي انطرها شوي لتنشف بس نشف بشيلها هلا بجيب وحده اكبر كمان هون شو قولك بفتح عنا هلا انا جيبه مسلوقين شوي كمان كانوا يعني مش مسلوقين بالمره اوكي افتح عنا عشان نقدر نتبلهم طيب قبل ما اطلع على الهواء بخمس دقائق قولوا لي بليز ولا شفتي هون بدي اتركها بعد ستيف طلعي بكعبه بعدها ما اخذت و بليز يا مول مار يس وهي وهون شوفي بدي انطر شوي لتنشف وهون بقدر اعرف يعني اذا عم بعملها لانه ليش هلا عم بعمل هيك على الهواء شوف ما بتعرف ايش بدها لانه انا هي بس ما بطبخها على نار
شيء لما بطبخ على اندكسيون شيء لما بطبخ على فيترو سيراميك شيء. فعطول الوصفة لما بنقراها ولا مرة بتكون التايمينج والوقت لأنه بيتغير الفرن، هذه أمور عطول بنحكي فيها ومنقولها. بس هو أفضل ريزالت بتشوفيها دائما أول وحدة غير شيء طبعا للشيطان انطرها بعد لتنشف شوي. اوكي بس تنشف برجع بشيلها وبكفي. هلا بعدين في يجيب البوال الاكبر بركبته تحته، وشو اعمل؟ حطها على ستة ونزلها بس تهدى شوي. بفتح عليها برجع بفتحها وبنقلع فيها. بتشوفي هون هلا، بس لفرجي المشاهدين كمان فيل هون صار عندي شو صار عندي الانفيزيون تبع الينسون وتبع البردقان وتبع القرفه وتبع الكبشه قرنفل يلي هو بياخذ العقل. يعني حتى هيدي انفيزيون في اشربها لحالها لانه اتس ريلي دايجستيف. هلا تعقد هي بتركها لانه هلا رح تنشف هون ترجع لحالها، وبرجع اذا طلعت كثير شديده بترخيها بشويه مي. اوكي هلا بس هي لازم توقف هيك مثل ما انا عم توقف، ما عرفتي؟ هلا هلا بتركها كمان بتعمل لحالها. منشان القمح رح افتح. لا 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 ما تزعل. اوكي حبيبي يا فنان لما تلاقي لك على الرسول شو حلمي. انا فتحتها. اوكي فتحتنا كفايه. مالي لانه اتمنى ضغطتها انا لانه بدي القمح يطلع. شفتوا مشاهدين انا شو بعمل كرمالكم؟ بضل يقتل حالي. بدي فرجي المشاهدين هلا اكيد رح نتبلهم مع السكر مع كل شيء. حط معهم سكر، رح احط معهم هذه الانفيزيون واغليهم كلهم مع بعضهم، بعدين بدي احطهم بجاد. هون جايب معي رمان، جايب معي فستق حلبي، جايب معي سنوبر، زبيب، جوز، لوز، كل هدول رح زين فيهم اكيد. هلا ننطر شوي. هيدي شو عم بصير فيها هون؟ هيدي عظيمة، بدي احطها على البيت شوي. برأيي بدها حرارة أقوى نعملها لحتى تطلع معنا محمرة. سمعت؟ It's really nice. Can I taste it? ايه رجع طلع تنشف شوي لأنه فوالا يفوروا عليه انتبه. Here you go. اوكي شيل هيدي على جنب. هلا هوب برجع بعمل هيدي هيك. أهم شيء على طول ننظف مشاهدينا. هجيب هلا سكر. سكر اكيد قد ايه بدي احط سكر بالقمح ستيف؟ انت بتعرفي انه هيدا شيء حبيتيه؟ حسب كل واحد شو بحب. حسب كل واحد شو بحب قديش بده اياها حلوه. في ناس بحب بوا سكري، في ناس بحب بوا هلا مش سكري. يلا هيدي خليني احط الطنجره. هيدي ما بشوفها كثير منيح. رح اجيب شوية سكر. فوالا حط معهم سكر هون. هون رح حط تقريبا شي 200 جرام سكر ستيف، مش كثير. انا ما بحبها كثير حلوه بصراحه. هيدي بشيلها مارون. شو هي؟ اي شي اللي يعملي معروف. هلا خلينا نقوي الحراره شوي ونحط وحده على حراره اقوى من الاول. اوكي؟ To find the right balance. It's all about balance. اعملها رقيقه. اعملها رقيقه. مع عينك هلا توب. هلا هون رح تغلي. حطيت رح احط لها كمان مزهر وحنة. هلا اي لاف ات. بدك مزهر ولا ما ورد؟ ورد يلا. هلا بتركها تغلي. This is much more than enough. نحن خلص وقتنا مارون. نحن خلصنا؟ خلص؟ اوكي خلص وقتنا، بنرجع بنشوفكم بكيفكم مشاهدينا وقفه وبتكونوا مع ديزاين.
عيد البربارة. عيد البربارة. نحن أوقات بنسكت تا تا المشاهدين بس يشوفوا يعني بالنظر الواحد الصورة بتحكي ألف كلمة. فوالا ميرسي رولا. تفضلوا. ثانك يو. شو هالمشهد الحلو المنظر الحلو. اليوم منا كله بربارة، الجمعة كلها كنت عم بقول وصفات بربارة. هيدي وصفة القمح المسلوق مع مع كل المطيبات اللي قلبها. شرحت لنا سور كريستين معنى القمح. شو معنى القمح؟ خبرينا. انه كانت القديسة بربارة لما هربانة من الوالي ومن والدها عم تتخبى بحقول القمح حتى ما يلقطوها لأنه كانوا ناويين أكيد يقتلوها، فهيدي رمزية القمح. كانت تاكل القمح يمكن؟ وكمان القمح بيرمز لموت وقيامة السيد المسيح. أبسولوت 100% 100% نجحت بالاختبار؟ نجحتي توب. ثانك يو. بيطلع لي كاسة؟ غلبتيني كمان أكيد. ثانك يو. برافو. صرت كل شيء أنا الحمد لله. وهون عملنا قطايف بقشطة، أكيد القطايف عملناهم هون. عامل قسم جايب معي قسم عملناه هون. القشطه جايبها خالصه انا ما لي ايد فيها. الحشوه الجوز عملناها والقطايف كمان صورتهم يا مروان. صورناهم صورناهم رح نحطهم على على تفضلي هيدي ال سخنين بس كثير رح ذوق معكم انا شوي صغيره كمان. انا بهالوقت بتوجه تحيه لبعض اصدقائنا اللي عم يحضرونا من الدفاع المدني. السيد علي امهز تحيه كثير كبيره لك، ان شاء الله دائما بتحضرنا ويعطيكم الف الف عافيه. أنا وجه تحية لكل اللي اسمه بربارة اليوم. صحيح. عن جد أختك أختي منهم أكيد يعني. هيك نشوف وإن شاء الله هلا على طول يعني بنحب نحن السلام يكون بلبنان وإن شاء الله كمان هالنهار يكون نهار هيك حب للكل. شو بدي أقول؟ بدي أقول شيء بعد؟ خلص يوم يوم بدك تقول شيء؟ لا ما بدي أقول شيء بس بدي أقول إنه أنا بدي أقول لك شيء. قولي لي بدنا ندوق. بدك تقول؟ لا لا اوكي بس بدي اقول انه اول مره باكل رمان مع القمح وطعمه كثير طيبه لانه القمح فريش لانه القمح فيه سكر وهيدي هيك هيك بس تقرشها بتطلع شويه حامضه اسيد ستريت بتعطي كمان بتعطي كمان فريشر فريشر. فينا ندوق القطايف؟ فينا ندوق القطايف طبعا. هيدي قطايف ايش لي برباره هيدي بالجوز. سوري شلتهم بايدي بس مشتغل بايدي صار لي كله. رحت لك قطر تسلم ايدك بليز. اوكي هذا قطر. هذه غنيه دستوره صباح عم بتغني ستيف كمان صحنك حلي قلبي. هير يو جو. سويت لانش توداي. يا سويت لانش ابسولوتلي. ذس از شويه قطر مش كثير. وانا رح ذوق معكم وحده كمان. تركت الجوز شوي خشن شوي خشن لحتى يكون في عنده هالتكستشر وشفت حتى طعمه السكر بتحسيها انه هيك كمان بعدها عم تقرش. هيدي من خصائص القطايف قطايف بجوز. هلا في كثير ناس كمان بيقلوا القطايف بجوز يعني بيقلوها بيغطسوها بقطر بعدين كثير طيبه بس نظرا لانه ننتبه لرشاقتكم اليوم. لا انا ما بحب مقلية اصلا يعني بكملها ولا انا ف كمان رحت شويه قطر عليها لندوقها. حبك كيف ما كان انا ما بحبها مقلية. هلا هي طيبه يعني بصراحه. انا بدي شويه قطر بعد. تكرم عيونك. ولا نحن صغار كنا نبر مع كل الضيعه مثل ما هلا بيعملوا اولاد بيروت بس الضيعه بتعرفي سيف اكثر. كلهم بيعرفوا بعض. كلهم بيعرفوا بعض بس اكيد كنا نعمل ديجيزمون ونروح نلقط مصاري كثير ونروح نقعد بساحه الضيعه نقعد نقسمهم على بعضنا نكون بوطه وكل واحد عم بيلعب دور يعني ونعمل تمثيليه كنا نفوت على البيت واحد ينام واحد يقوم واحد ما بعرف شو شو تعمل تشرب بونبون بالمصاري. هيدي خليها خبريات تحت الهواء. يلا احنا بخبرنا مارون شو كان يعمل بالمصريات. هيك بتكون بيكونوا خلصوا فقراتي لليوم مشاهدينا. انا برجع بشوفكم نهار السبت ما تنسوا البسمه على وجهكم. بترككم مع ريسيبي بكره. من بعد ما لقيت حالي وشفتها قلت لها بالحب وعد الحر ده يا عشت ببارة مع بنات الحارة عرفتها من عينيها.
إلا مسك إيديها من هذه الإصبارة فأجلي بربارة. عرفتها والله عرفتها ومن أول ما شفتها عرفتها والله عرفتها.